النجاح متاع السلسله. كيفاش عشت النجاح هذا؟ عشته وانت في مصر؟ وصل لك فيدباك؟ عشت من الفيلم من الفيلم كنت هو ملي احنا نصوروا جيت الشغل انه باش ينجح وسورتو الفيلم اللي قبل متاع قيس وكريم وبسام نجح ربلوت ربلوت وقف ما خاطر وقتها كورونا وكل دونك وقت اللي احنا نصوروا عارف اللي هو باش ينجح اما مش هكا ما كنتش نصور في تونس كان احنا ما عندناش فكره السينما تبدا العباد بالصف وما عندناش كان احنا باش نخرجوا نمشيوا للسينما معناتها في الدول العربيه سورتو مصر عندهم خرجه سينما كل جمعه يمشيوا بالذمه يمشيوا بالذمه للسينما دونك ريت هذيا وسورتو انه العباد خارجه فرحانه والكلام به ودونك فرحت وكي قالوا باش يعملوا سيتكوم الحقيقه خفت وقت خاص قلت له كيفاش سيت كوم برشا راهو تونس بريسك الكل تفرجت كي تعدى للسيت كوم لقى نجاح اقوى من الفيلم دونك حاجه فرحتني وانا ديما نقولها قيس جينيرا ويبدا يقول حاجات نبدا خايفه من كلامه ونقول فيش قاعد يحكي قيس يهز ويزبط وحده ايبا يطلع كلامه صحيح خاطر هو عارف فيش قاعد يعمل قال مصري مذاكر عارف شنو يحب وما يحبش واضح به نحكيه على سابق الخير الفيلم كيفاش جت الفكره كيفاش جاء الاقتراح على رشا بالمعاوية خصوصا معناها رشا ماكش برشا في الكوميديا هو جملة. ماكش جمله في الكوميديا معناها قاعدين نكتشفوا في الموضوع معك الحقيقه كلمني قيس وزين اقترحوا علي الفيلم ومن اول ما قال ما كنتش نعرف ساعه شكون معانا كي قريت سيناريو عجبني ما كنتش عارفه اللي هو كريم ولطفي انت اخت لطفي في الفيلم اخت لطفي ومن بعد وحبيبة كريم. خفت من الاول اما كي قريت لي سيكونس عجبوني لقيت السيتواسيون ضحك مش انا ضحك يا اخي وافقت وكي عرفت اللي هو كريم ولطفي فرحت برشا وكما قلت لك خاطر عندي ثقه في 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 قيس وزين زيد راهو ما خفتش لا معناتها كي معناتها دور مش في الريجستر نتاعك مش في جوك هاو قلت ايش نقول لك راه كي تبدا مع مخرج عندك ثقه فيه وعندك سيناريو زاد باهي ناجح خاطر الكوميديا اوكي مستحق ممثل كوميديا ما انا دوري الموقف هو اللي ضحك السيتواسيون هي اللي ضحك دونك هذيك الحاجه اللي شجعتني وكي كلمني زين وقيس قلت لهم كيما انت توا خايفه وانا اش مدخلني في الكوميديا واحنا كنت باش تكون عندنا تجربه قبل دراميه وما كملتش والحمد لله النجاح اللي متحققش في التجربه الدراميه تحقق في الفيلم في الفيلم والسيري.